طيب معانا على التليفون سيادة العميد ثروت سويلة المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. سيادة العميد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا كابتن ابراهيم، ازي حضرتك؟ اخبار معاليك ايه يا فندم؟ وحشنا والله. وحضرتك والله كتير جدا. طيب دايما متألق كده ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. خليني بس اطمن منك على موقف المباريات، موقف الاهلي والزمالك في المباريات الافريقيه النهائي من حيث الملاعب ومن حيث ايضا الحضور الجماهيري. بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله يعني الامن بقرار محترم، يعني كان في مشكله كابتن ابراهيم ان استاد السلام في بعض المحاذير بالنسبه للجمهور، مش للاستاد نفسه لكن في ملف معين كده، ولكن امام رغبه النادي الاهلي ان يبقى الماتش في السلام، وان كان في مندوب من الاتحاد الافريقي عين الملعب واعتمد ان استاد السلام هو الملعب الرئيسي للنادي الاهلي. وافق الامن النهارده واللواء عادل رشاد استاذ اللي هو خد عبد المدير من القاهره على حضور 5000 متفرج لدعم النادي الاهلي في الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب يبقى الزمالك بقى. الزمالك حضرتك في البدايه كان المستشار مرتضى منصور بعد جواب قال ان انا بختار استاد برج العرب لماتشات الافريقيه، بعد كده طلب استاد الدفاع الجوي. استاد الدفاع الجوي فيه بعض الاشغالات العسكريه اللي بيتعمل فيها وتطوير للاستاد وكده، فاترفض استقبال المباراه. النهارده كنت مع المستشار مرتضى منصور وعرضت عليه استاد السلام انه يلعب ماتش برضه في استاد السلام، وافق وهيلعب استاد السلام الماتشات الافريقيه واعتقد برضه ان شاء الله الماتشات المحليه. طيب عظيم. البطوله بحضور 5000 برضه، يعني 5000 هنا للزمالك و5000 للاهلي. بالنسبه للاستاد النادي المصري طبعا حضرتك شفت الجمهور المحترم في النادي المصري في استاد الاسماعيليه، اعتقد ان ماتشات المصري كلها اللي جايه باذن الله هتكون في استاد الاسماعيليه بنفس عدد الجماهير اللي سمح بيه في الماتشات اللي فاتت. طيب هتعملوا ايه بقى مع مدربي منتخبات المنتخبات الناشئين والمنتخب المحليين؟ هيحللوا ولا هيدربوا ولا هيعملوا الاثنين مع بعض؟ ناويين تعملوا ايه في مجلس اداره الاتحاد؟ بص كابتن ابراهيم، كان الكابتن هاني بدايه في مجلس الاداره كان اتخذ قرار من قبل ما يتعرف ويتسمى مديرين الفنيين للمنتخبات، يعني قبل ما تعرف مين اللي جاي قالوا ان احنا مش عاوزين اللي هيجوا يدربوا منتخبات مصر يشتغلوا في الاعلام عشان يبقى في تركيز. لما حصل تم اختيار نجوم مصر والكابتن حماده والكابتن علي والكابتن هاني رمزي، الناس دي متعاقده مع قنوات لحد نهايه الموسم. صحيح. فطلب من مجلس الاداره ان يتم النظر واعاده النظر في القرار على اعتبار ان باقي على الموسم 3 4 شهور ويستكملوا بعد كده. الموضوع ليس قرار فردي لعضو مجلس اداره، الموضوع ده قرار لمجلس الاداره بالكامل. المهندس انا بريده النهارده بلغني ان نعمل لجنه، نشكل لجنه الكابتن حازم امام والكابتن سيف زاهر والكابتن حازم الهواري والكابتن مجدي عبد الغني. عظيم. هيقعدوا مع المديرين الفنيين الثلاثه ويحددوا بالظبط الخطوط العريضه في التعاقد معاهم والمرحله اللي جايه، واكيد ان شاء الله باذن الله ما فيش تعنت من مجلس الاداره، لكن في الاول وفي الاخر القرار مجلس اداره هو اللي هيمشي، وان منتخبات مصر اولا طالما حضرتك عاوز تيجي تدرب منتخب مصر، فبالتالي ما يستحدث من القرارات هو لازم يكون محل تقدير ليها. القرار هيوصل هيقعدوا ان شاء الله باذن الله اعتقد يوم السبت، وهيكون في قرار نهائي بالنسبه للموضوع ده يا كابتن ان شاء الله باذن الله. طيب عندي بقى ايه استفسارين، كل والله كل شويه بيجوا على بالي وبنسى اسالك السؤال ده. الخبر بتاع جهاز حمايه المنافسه اللي عرفوا اللي الناس تعرفوا ان حضرتك عضو مجلس نواب، فالكلام اللي اتقال انه تحاكي طلبت للتحقيق، واللي عرفوا انه اعضاء مجلس النواب عندهم حصانه فلازم الاول ياخدوا تترفع عنهم الحصانه علشان يسالوا، وبعدين ايه لقيت الخبر عمال بيعدي كده وبرضه مفيش حد بيتكلم فيه، بعدين النهارده برضه قريت خبر انه المهندس هاني ابو ريده برضه هيطلب ليه التحقيقات من قبل النيابه علشان موضوع القصه بتاعه البث او اتحقق معاه بحسب الخبر ان النهارده كنت بقرا النهارده حقيقه في احد الجرائد. والغريب برضه بالنسبه لي ان هو المهندس هاني ابو ريده ما كانش موجود اصلا في الفتره دي، كان الاستاذ جمال علام. فاشرح لنا بقى الموقف يا ريت.
بص يا كابتن ابراهيم، هو في الاول وفي الاخر ان الموضوع ده ليس هناك اتهام لاتحاد الكره المصري او لشخص الكابتن هاني او لشخص انا، يعني الموضوع كله ان 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 القضيه دي او الملف ده بيتم التحقيق فيه من قبل النيابه العامه لبلاغ من شركه بريزنتيشن ضد الاتحاد الافريقي ان هو كان ليه حق ان هو ياخد الحقوق التسويقيه من الاتحاد الافريقي لان عرضه اعلى من العرض المقدم من شركه فرنسيه، ولكن ما حصلش الكلام ده. تمام. طلبت النيابه العامه ان هي تستفسر عن حقائق الموضوع وعلاقه الاتحاد المصري لكره القدم بهذا الملف. كان الكابتن المهندس هاني كان موجود في الجابون في هذا التوقيت، فطلب مني ان انا كمدير تنفيذي اتحاد الكوره ان انا اقول كلامي في هذا الموضوع. طبعا زي ما حضرتك قلت كده، يعني مطلوب ان انا عشان ادلي اقوالي لازم اخد تصريح من مجلس النواب، وبالتالي استكفوا بان انا اكتب مذكره في هذا الموضوع. قدمت المذكره. الكابتن هاني لما جه مصر بعد الجابون وكان عارف ان المطلوب ان هو يتاخد رايه في هذا الموضوع ليس تحقيق مع المهندس هاني، ولكن هو جمع استدلالات. عاوزين نعرف إيه هل مصر ليها حق ان هي ترفض قرار الاتحاد الافريقي بان هو ياخد شركه من الشركات رغم ان في شركه اعلى بالعرض بتاعها. الكلام ده كله كابتن حصل النهارده، وكنت مع المهندس هاني ابو ريده، وكان جلسه في منتهى الاحترام، وكل ما طلب من الكابتن هاني انه باعتباره عضو في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي انه يكون تجميع المعلومات دي عشان الموضوع برضو في الاخر يا كابتن ابراهيم هينتج عنه قرار اتهام لاحد الاشخاص للاتحاد الافريقي او حفظ الموضوع. فبالتالي كان مطلوب ان الكابتن هاني يقول يعني معلوماته، يعني حقق اليوم مع المهندس هاني ابو ريده. يعني انا بقول لحضرتك مش تحقيق كاتهام، ولكن فاهم زي ما قلت لحضرتك كده تجميع معلومات، لان في الاول وفي الاخر هم عايزين يعرفوا هل النهارده الاتحاد الافريقي اخذ القرار ده رغم ان عرض برزنتيشن اعلى من العرض الشركه الفرنسيه. طب هل من حق الاتحاد المصري كان يعترض؟ ايوه. طب هو مال المهندس هاني ابو ريده؟ ما هو ما كانش رئيس الاتحاد، مش كان رئيس الاتحاد وقت ما بيعت هذه الحقوق؟ كان الاستاذ جمال علام. هو عشان كده بقول لحضرتك هو الموضوع ما كانش محل اتهام، ولكن هو معلوماته كعضو الاتحاد الافريقي بس كده. بنسالك بس يعني مش اكتر، عايزين نفهم الموضوع يعني. وعاوزين يا كابتن ابراهيم برضو يعرفوا يعني هل كابتن هاني باعتباره عضو في الاتحاد الافريقي هل اتعرض عليه الكلام ده؟ وهل اتعرض عليه العرضين وبعدين اختير عرض؟ لكن طبعا الكلام ده ما حصلش اصلا. والكابتن هاني قال الكلام ده وقال ان العرض لما اتاخد للشركه للتاريخ الماضي بتاعها، وان شركه بريزنتيشن على قدر ما احنا كنا نتمنى ان شركه مصريه، ولكن في الاول وفي الاخر هم باصين لعرض بريزنتيشن على ان شركه كدوليا ما قدمتش الضمانات الكافيه اللي يخليهم يتمسكوا بيها. عشان كده بقول لحضرتك النهارده الموضوع منتهي، وهم بيستكملوا وهيستدعوا بعض المسؤولين برضو في الاتحاد الافريقي، لكن كان استدعاءنا احنا كعنصر انك انت بتدي معلومات قد تكون المعلومات دي مش كافيه بالنسبه للنيابه العامه. طيب في جزئيه كمان عايز اسال حضرتك فيها، ما يتعلق بقصه نقل مقر الاتحاد الافريقي، انه كده واضح ان احنا عندنا ازمه طبعا مع الكاف. نقل مقر الاتحاد الافريقي من مصر، هل احنا بنتحرك في الموضوع ده المنع ولا لا؟ بص يا كابتن ابراهيم، لازم نبقى يعني كل الامور يعني معلومه للناس كلها ان موقف الكابتن هاني كان اتعرض لحرج شديد جدا باعتباره عضو الاتحاد الافريقي. ازاي يحصل الضجه اللي حصلت دي؟ يمكن كان توقيت فتح موضوع الحقوق التسويقيه للاتحاد الافريقي وبلاغ برزنتيشن حتى حرج للكابتن هاني، لان اصبح هناك حرب خفيه ضد الكابتن هاني. كابتن هاني كان نجاحه ووصوله للمقعد ده مش بالسهولة، كان مجهود شخصي منه. انت النهاردة حضرتك قد يكون للناس دي رد فعل ان هم بيحاربوا مش مصر، بيحاربوا برضو الكابتن هاني بيحاربوا. فاحنا النهاردة وجب علينا وكمصريين وكناس بتحب بلدنا الدعم للكابتن هاني، لان المقعد ده كابتن ابراهيم لو الكابتن هاني حصلت مشكلة بالنسبة له وبعد عن المقعد ده صعب ان يرجع لنا. طب احنا هندعمه ازاي يعني؟ ما هو كان بيدعم ازاي الاول وبعدين هيدعم بعد كده ازاي يعني؟ والله يا كابتن ابراهيم يعني الكابتن هاني في الدعم اللي فات وفي وصوله للمقعد ده في المرحلة اللي فاتت كان دعم شخصي من نفسه وعلاقات خاصة بيه. لكن انت النهاردة كراجل مصري
كراجل مصري ده يشرفنا ان يكون في المنصب ده، واجب علينا كدوله يبقى في دعم. مش عايز اقول لحضرتك ان النهارده الكابتن هاني الناس بتتكلموا من دول ثانيه افريقيه عشان بيدعموا ابنائهم في الانتخابات اللي جايه، الانتخابات يوم 16/3 يعني في ناس مرشحه. فانا كنت معاه وشايف سفير دوله معينه بيكلمه. فعايز اقول لحضرتك الدول بتشجع وبتؤيد ابنائها عشان توصل لكرسي زي كده. يبقى حضرتك بتتكلم على تحركات الدوله، يعني تحركات الدوله المصريه. يعني بنتمنى طبعا ماشي. طبعا بنتمنى. تمام. طيب دي جزئيه كمان كانت مهمه كنت حابب اسال حضرتك فيها. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ست عميد ثروت سويلة، مدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم.